معكم عبد العزيز النشيط وراي عالم بلايستيشن تغطية دبلز جيم دبلز لابس دبلز كل شيء لعيون احمد النشيط. خليكم مع باقي الفيديو ان شاء الله. Should have turned it to right. ما عندكم كراسي شلون؟ لا تعبتوا؟ بطولة فيفا اي عام 2009 ولا؟ اعتقد عام 2010 2012 ما شاء الله 2012 اخذت بطل 2011 اخذت بطل الرياض و2010 كنت اسوي اول مباراة بالشهيد اخذت الرابع رياض ما شاء الله والسنة ذي كم تتوقع؟ السنة ذي والله ان شاء الله باذن الله اخذ الاول ان شاء الله ان شاء الله مباراتك تو ما شاء الله 7-1 ما شاء الله تبارك الله طيب ايش رايك بالبطولة السنة ذي؟ والله
والله البطولة هي حلوة بس فيها مشكلة صراحة. وش؟ التسجيل يعني. ايه. عن طريق النت. ايه. فيها الأشبط شوي. من أكثر اللي تجربة عطيق نت ما جو. ايه. ازدحام وكذا. لا لا ازدحام هي عادي. بس إن طريقة التسجيل لو كانت هنا مثلا عن طريق نفس المحل ايه. يكون أفضل. طيب والسنوات اللي راحت كيف كان؟ كل عن طريق المحل. أفضل من كذا. التسجيل كان أفضل لأن إيش كل اللي سجلوا عن طريق النت ما جو. ايه. صحوا. واللي بيسجل مثلا عن طريق المحل. يقولهم لا خلاص اللي راح فهمت اللي جاء خلاص يعني بس ما شاء الله اشوف في تفاعل يعني مع البطوله نصهم هذول جايين كذا عرفت ايه شوفون بس كذا يلا ما شاء الله بالتوفيق ان شاء الله الله يسلمك ان شاء الله الله يبارك فيك